وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف موفدنا إلى المشاعر المقدسة الزميل مختار الفقي. مختار، ضعنا في صورة عملية صورة نقل الحجاج اليمنيين من منى إلى عرفات. أهلا علي، نحن الآن في مزدلفة حيث توجه جموع حجاج بيت الله الحرام بعد أن نفروا من عرفات الله في ذلك في هذا اليوم الخالد الذي وصفوا فيه يذكرون الله عز وجل ويستغفرون ويبتهلون إلى الله. جموع الحجاج اليمنيين هم أيضا من ضمن الحجاج الذين تحركوا من عرفات في بعد غروب شمس يوم عرفة، وهم يتوافدون أيضا إلى مزدلفة للمبيت هناك حتى صلاة الفجر، حيث سيصلون صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا طبعا لصلاة العشاء، وفي انتظار صلاة الفجر ومن ثم يقفون عند المشعر الحرام ليذكروا الله تعالى، ويذهبون لرمي الجمرة واستكمال ما تبقى من مناسك الحج. مختار، كيف هي أوضاع الحجاج اليمنيين؟ الحجاج اليمنيون في هذا العام بلغ تعدادهم 24,000. الحجاج اليمنيين من الخارج سواء من المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول توافدوا أيضا لحج بيت الله الحرام، تجمعوا كلهم في صعيد واحد. تقرأوا في عيون الحجاج اليمنيين الحزن على بلادهم، تابعنا أوضاعهم، الجميع يلهج بذكر الله تعالى وبالدعاء لليمن، لشعب اليمن، لأن يرفع الله تعالى عن اليمن واليمنيين كل مكروه، وأن يرفع عنهم هذه الغمة وهذه الفتنة وهذه الحرب التي دارت رحاها على أرضهم. أمورهم كبقية الحجاج ميسرة وسهلة، الخدمات متوفرة. وزارة الأوقاف مشكورة، قدمت الكثير بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية التي أورت الحجاج اليمنيين أيضا كغيرهم من الحجاج اهتماما خاصا، ومشت أمور الحجاج اليمنيين بسلاسة إلا في بعض الإشكاليات الطبيعية التي تكون خارج إرادة الجميع. مختار، ما الخدمات التي لمستموها المقدمة لضيوف الرحمن من قبل سلطات المملكة العربية السعودية؟ أكبر خدمة هي عملية التنظيم لهذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام، تنظيم عملية الدخول، عملية الخروج، عملية المواقع، تأمينهم، ترتيبهم بشكل كبير. يعني نحن لن نتحدث عن الخدمات من أكل وتغذية وإسعافات وعناية ويعني أدلة، يعني كثير من الترتيبات الطبيعية التي تجريها المملكة العربية السعودية لكل الحجاج بيت الله الحرام. اليمنيون أيضا يلقون نصيبهم ونصيبهم الأكبر منها، والأهم من ذلك أن هذا العام كان أكثر ترتيبا، أكثر تنظيما، لم يشكل أي اختناق في السير، لم تحدث أي ازدحامات كبيرة خارج المعتاد. الأمور بحمد الله حتى الآن تسير على أفضل ما كان الكثير يتوقعها. مختار الفقي موفدنا إلى المشاعر المقدسة، شكرا جزيلا لك.